الرئيس السيسي يتابع ملف تطوير الصناعة ويؤكد على دور القطاع الخاص وإنشاء كيانات صناعية ناجحة ومستديمة. خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مدبولي يؤكد إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات المباشرة وتوفير النقد الأجنبي. هزات ارتدادية جديدة تضرب مناطق بتركيا وسوريا، وأعداد ضحايا تتخطى 12 ألف قتيل و55 ألف مصاب. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والمسؤولين المعنيين، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة أمام القطاع الصناعي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على إجراءات تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية لتصبح مشجعة للاستثمارات الصناعية والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي. في ذات الإطار، اجتمع الرئيس السيسي أيضا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لعرض وتقييم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية وتحقيق أهدافها. كما اطلع الرئيس السيسي على جهود التعاون مع القطاع الخاص الصناعي سواء المصري أو العالمي وإجراءات زيادة الاستثمارات الصناعية. هذا وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة عبر التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي. كما أكد سيادته الاستمرار في مسار تعزيز دور القطاع الخاص وبزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات لتيسير الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات. خلال الاجتماع الحكومي، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعكف حاليا على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. كما جدد مدبولي أيضا على أن الموازنة العامة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها، وفيما يتعلق بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، لفت مدبولي إلى أنه من المقرر خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن سعر ضمان لعدد من المحاصيل الاستراتيجية تشجيعا للمزارعين. استهل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي بالوقوف دقيقة حدادا على روح رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل. وتقدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بخالص التعازي إلى أسرة الراحل ومحبيه، مؤكدا أن إسهامات الفقيد ستظل خالدة في وجدان المصريين، لافتا إلى أنه كان طرازا خاصا من المسؤولين ومثالا يحتذى به في المسؤولية، وله العديد من البصمات الملموسة في فترة دقيقة من تاريخ الوطن. We'll be right back.
وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرة السادسة، حيث اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والمسؤولين المعنيين، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة أمام القطاع الصناعي. في ذات الإطار اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لعرض وتقييم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية ولتحقيق أهدافها والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، ومن أهمها تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية، إلى جانب بذل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. وفي ذات الإطار اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث تم التركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل. كما اطلع السيد الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي سواء الشركات المصرية أو العالمية والإجراءات الجاري اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس وجه بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر. كما أكد سيادته الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجاباً في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة. تقدمت لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير للأجهزة المعنية الأمنية والمعنية على جهودها لاحتواء الموقف في منطقة الوراقة بمحافظة الجيزة. أكدت لجنة العفو أن جهود الأجهزة الأمنية قد تكللت بالنجاح وبإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، معتبرة أن نهج الأجهزة الأمنية من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل مع حضراتكم إلى مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، نتابع. هامة جدا الخاصة بتصور الدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للاقتصاد في ضوء طبعا الأزمة العالمية الكبيرة جدا اللي موجودة حاليا. وخلينا أقول لحضراتكم إن إحنا حاليا كمجلس وزراء يعني بنعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء الاقتصاديين لعامين قادمين، لأن الحقيقة طبعا يعني المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية
يعني للأسف إنها من الوارد طبعا إنها يعني تستمر المدة أطول حتى من عام 2023. فلازم إن احنا نتحوط ونبقى عندنا رؤية واضحة جدا لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين. فبالفعل يعني في مجموعة عمل وبالاستعانة بالخبراء الاقتصاديين المتخصصين من خارج الإطار الحكومي بيضعوا عدد من السيناريوهات النهاردة اللي احنا هنناقشها بإذن الله مع كل الأجهزة ومع كل الوزارات والبنك المركزي، بحيث إن شاء الله يبقى عندنا تصور واضح للعامين القادمين بإذن الله. الحقيقة جزء مهم جدا ويمكن اتكلمنا عليه في خلال المؤتمرات الصحفية السابقة، وهو بدء الدولة والحكومة في تنفيذ ما ورد في وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاص بموضوع الطروحات. ويمكن أنا أعلنت لحضراتكم في الاجتماع السابق أن احنا هنعلن بعد أو عقب اجتماع مجلس الوزراء الحالي عدد الشركات وبالاسم اللي هتطرح لأول مرة، وحيبقى الطرح يا إما من خلال الطرح العام في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وبالتالي الشركات اللي أنا هنعلنها النهاردة هم شركات يا إما هتطرح في البورصة كطرح عام أو لمستثمر استراتيجي، أو إن ممكن الشركة هيبقى جزء منها يطرح لمستثمر استراتيجي وجزء يطرح للبورصة. الكلام ده كله بيعتمد على الدراسات اللي بتقوم بيها بنوك الاستثمار المتخصصة، واللي في النهاية بتنتهي إنها تقول إن الشركة دي ممكن تروح لمستثمر استراتيجي. وزي ما قلت المرة اللي فاتت، المستثمر هنا بيدخل كزيادة رأس مال أو إن هو بيبقى فيه نسبة استحواذ على جزء من الشركة، ويدير بهدف إن احنا نطور أداء هذه الشركة ونعظم من الاستفادة منها ومن أصول الدولة في هذا الموضوع، أو إن احنا بنطرح طرح عام في البورصة بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين لملكية العامة. وده بالضبط اللي بيأتي في إطار ما قامت به أو أعدته وثيقة سياسة الملكية وأشارت إليه بالضبط في هذا الموضوع. الحقيقة يعني أنا قلت إن احنا هنبقى في حدود 20 شركة، ولكن فعليا اللي هنعلنه على حضراتكم هم 32 شركة هيتم طرحهم. وهنا بأكد على مدار عام كامل بدءا من الربع اللي احنا فيه حتى الربع الأول من 24، يبقى احنا بنتكلم على 32 شركة هتطرح في سواء للبورصة أو لمستثمر استراتيجي أو كلاهما على مدار عام كامل بدءا من هذا الربع اللي هو الربع الأول من 23 حتى الربع نهاية الربع الأول من 24، يعني سنة كاملة بإذن الله. الحقيقة الـ 32 شركة دول بيشملوا 18 قطاع ونشاط اقتصادي طبقا للي احنا اتكلمنا فيه في وثيقة سياسة الملكية. أسماءهم قدام حضراتكم، ودول يعني هننشرهم بصورة يعني كاملة وهتبقى موجودة. بيضموا 3 بنوك: بنك القاهرة، المصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وده طبعا بيتم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي. وبعد كده الحقيقة مجموعة كبيرة من الشركات، وكل هذه الشركات هي بتطرح لأول مرة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وبتشمل قطاعات مختلفة. واللي بأكد عليهم ان هم بيضموا شركتين برضو بيطرحوا لأول مرة تابعين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهما شركة وطنية وشركة صافي، ودول موجودين. والباقي كلهم النهاردة بيشملوا كل القطاعات المختلفة اللي احنا في وثيقة سياسة الملكية اتكلمنا عليهم، سواء 7 قطاعات كنا قلنا ان هم هيبقوا في تخارج، الدولة هتتخرج منهم بصورة تدريجية في الفترة القادمة، او حتى قطاعات الدولة اللي موجودة حاليا هتقلص من وجودهم فيها، وفي كمان قطاعات اضافية اللي احنا كنا بنقول هنستمر فيها بل كمان هنزيد من استثماراتنا كدولة باعتبارها قطاعات استراتيجية، ومع ذلك هنطرح منها عدد من الشركات عشان نوسع سواء من مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة أو حتى لمستثمر استراتيجي عشان نتوسع في هذه الشركات بإذن الله. فده طبعا شيء مهم جدا. وعايز أتكلم على هنا حاجة أساسية، إن عملية الطرح واللي احنا بنستهدفه إن على الأقل 25% من هذه الشركات ينتهي في أول 6 شهور.
فبالتالي ده شيء مهم جدا، ودول بنجهزهم مع بنوك الاستثمار ومع الجهات المتخصصة عشان نستهدف ان هم ننتهي منهم بالكامل في اول 6 شهور على الاقل. انا بأتكلم على الاقل 25% من هذا العدد، لان الاجراءات الخاصة بطرح اي شركة لاول مرة بتبقى ليها اجراءات وخطوات وتوقيتات زمنية معروفة جدا لكل المتخصصين والخبراء. بعضها بيحتاج ممكن بضعة أشهر، بعضهم ممكن يصل إلى عام. عشان كده احنا حطينا هذا المدى الزمني، ولكن احنا كدولة بنؤكد على 32 شركة إن شاء الله إن هم حيتم طرحهم لأول مرة للفترة الجاية في خلال هذا العام. مرشح إن احنا نضيف عليهم كمان شركات أخرى وقطاعات وكيانات أخرى في خلال المدى الزمني نفسه، طبقا للانتهاء من إعداد الشركات الأخرى. ولكن على الأقل دول اللي بإذن الله إحنا كدولة مصرية هنكون يعني بنطرحهم لأول مرة. منهم قطاعات يعني لأول مرة هتنزل زي قطاع التأمين، طبعا قطاعات أخرى مختلفة، قطاعات الكهرباء والطاقة موجودة، قطاعات البترول، قطاعات النقل والتداول الحاويات، شركات جديدة هتطرح لأول مرة. فالحقيقة قطاعات متنوعة الدولة المصرية إن شاء الله هتبدأ إنها زي ما التزمنا هتبقى بتعلن وتطرح في التوقيتات المدى الزمني اللي أنا اتكلمت عليه، وهو العام اللي بإذن الله هنكون موجودين فيه. دي أنا حبيت إن أنا طبعا أعرض لحضراتكم هذا الموضوع، ودي خطوة بتؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية، واللي كان كل المؤسسات وكل أيضا المجتمع هنا جوه مصر بيطالب الدولة المصرية إنها تتحرك في هذا الشأن. ده الشق الأول الحقيقة اللي أنا كنت حابب إن أنا أعرضه على حضراتكم واللي بنؤكد عليه في هذا الشأن. الجزء الآخر، التركيز الشديد والأولوية الكاملة في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة على دعم القطاعين الرئيسيين اللي بيمثلوا يعني زي ما بنقول يعني صلب الاقتصاد المصري، وهما قطاع الصناعة والزراعة. الحقيقة يمكن أنا عايز أبدأ بقطاع الزراعة، وبالذات في موضوع دعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية. الحقيقة احنا كنا يعني في تركيز شديد جدا ازاي ان احنا نقلل الفجوة بتاعتنا، الفجوة الدولارية، من خلال ان احنا نركز على تعظيم صادراتنا وفي نفس الوقت تخفيض الواردات بتاعتنا. الجزء كبير من الواردات بتاعتنا طبعا في المحاصيل اللي هي بتدخل في الاعلاف، وايضا في زيت الطعام او الزيوت بصفة عامة، وده نقطة مهمة جدا. واللي احنا وجدناه ان احنا طبعا بنستورد الحجم الاكبر جدا من العلف بتاعنا، واللي هنا بتكلم على العلف تحديدا في الذرة وفول الصويا. وبالنسبة للزيوت برضو بيدخل معايا المحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس. فالحقيقة يمكن بالتوافق مع معالي وزراء الزراعة والري والتموين ان شاء الله هنعلن في خلال أيام قليلة أسعار اللي احنا بنسميها، هيبقى هنأخذ بنظام الزراعة التعاقدية وتشجيعية على الفلاح على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية اللي الدولة هتستفيد منها سواء في العلف أو في إنتاج الزيت. اللي هنعمله إن احنا هنعلن للثلاث محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس سعر اللي احنا بنقول عليه سعر ضمان للفلاح، هيعلن. ولكن الأهم كمان إن وقت التوريد هنرجع للبورصة السلعية وهنطبق ونفعل البورصة السلعية للثلاث محاصيل زي اللي عملناه السنة دي للقطن، والحمد لله كان ناجح جدا، والفلاحين كلهم قدروا إن هم يبيعوا يعني محصول القطن بسعر مجزي ومربح ليهم. هنطبق نفس الكلام بالضبط للثلاث محاصيل دول عشان نشجع الفلاح للتوسع في زراعتهم، لان دول بيساعدوا الدولة اولا في تخفيض كمية العلف اللي بنستورده، وايضا في انتاج الزيوت باذن الله. فده اللي انا بطمن بيه القطاع الزراعي الدولة، يعني لان دول الثلاث محاصيل دول بيزرعوا كمحاصيل صيفية. يمكن عباد الشمس بيتزرع اكثر من مرة على مدار السنة، ولكن بالذات الذرة وفول الصويا هنعلن الكلام ده من شهر فبراير، يعني في خلال هذا الشهر، عشان الفلاح وهو هيبدأ يزرع في إبريل يبقى عارف كويس قوي إن شاء الله يبقى السعر مجزي ليه في هذا الشأن. ننتقل لموضوع الصناعة الحقيقة، وهذا الموضوع يعني
شغلنا الشاغل في هذه المرحلة. والحقيقة احنا انا حابب ان انا أأكد يعني يمكن النهاردة امبارح كنا عندنا يعني لقاء مهم انا حريص دلوقتي على مداومته، وهو مع لجنة الخبراء اللي معنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي اللي الحكومة عملته في شهر اكتوبر. والحقيقة يمكن انا يعني بنتهز الفرصة وبوجه ليهم كلهم الشكر والتقدير على حرصهم الشديد جدا على يعني المشاركة مع الدولة، وبالحقيقة بآراء قيمة جدا جدا، وإحنا الحقيقة بنأخذ بيها في هذه المرحلة علشان فعلا وحنستمر في هذا الشأن. وتوافقنا معاهم إن يعني كل مجموعة اجتماعات حتناقش قطاع بعينه بحيث نخرج مع بعض بتوصيات وخطط واضحة ومؤشرات كمية الدولة تبقى كلنا في توافق عليها إن إحنا نسعى كلنا لتحقيقها في خلال هذه المرحلة. الحقيقة الجلسة امبارح كانت معنية بقطاع الصناعة، وده يمكن يعني في حرص الدولة ازاي نساعد ونفعل هذا القطاع بصورة كبيرة جدا في ضوء الحقيقة الدولة. وده اللي انا عايز اقوله، احنا اعتبارا على مدار الفترة السابقة خدنا اكتر من 32 اصلاح تم لزيادة وتحسين تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين. يمكن احنا خدنا قرار مهم جدا جوه المجلس بمنع فرض اي رسوم جديدة تحت اي مسمى من شأنها أنها تؤثر أو تزيد من الكلفة لهذا القطاع. إحنا أعفينا 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية، مش إعفاء، إحنا قلنا كدولة إحنا اللي هنتحمل عنهم سداد الضريبة العقارية. طبعا حضراتكم عارفين أن إحنا أقرينا موضوع تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو حتى بنظام التملك، وكمان بيبقى بتسدد بالنسبة للتملك على أقساط، وسعرنا كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وحتى يعني هذا السعر فقط بيشمل قيمة المرافق، شبكات المرافق، وليس حتى المرافق السيادية. ابتدينا نتوسع في موضوع الرخصة الذهبية زي ما حضراتكم شفتوا، وأيضا المبادرة اللي أطلقناها بأن احنا بندعم الفايدة للقروض اللي هم بياخدوها من البنوك بتبقى فقط بيتحملوا 11% والدولة تتحمل الباقي. الحقيقة يمكن على مدار الفترة السابقة اعتبارا من شهر يوليو خدنا كل هذه الإجراءات والقرارات، ويمكن أخيرا كان شيء مهم جدا طبقا برضو لطلبات القطاع الصناعي واتحاد الصناعات، كانت يمكن أحد أهم التحديات اللي بتواجههم الحصول على موافقات بعض الجهات، وتحديدا يمكن كانت البيئة والحماية المدنية. وأقرينا شيء مهم جدا إن المكتب الهندسي والاستشاري اللي بيجيبه المصنع عشان يعمل الرسومات هو اللي هيبقى بيقر بالتزامه بالأكواد الخاصة بالحماية الحريق وأيضا بالاشتراطات البيئية، وبيمضي على هذا الموضوع ان الرسومات بتتوافق بهذا الشأن. وبناء على هذا الكلام مفيش جهاز شؤون البيئة ولا الحماية المدنية هتبقى بتدي اي نوع من الموافقات المسبقة، وبالتالي هتبقى المسؤولية بالكامل بتنتقل للمصنع نفسه وللمكتب الاستشاري. ده حسن يعني تأكيدا لأن الدولة بتثق فيهم، وبالتالي هو اللي يبقى متعهد أنه هيبقى متحمل كل هذه الإجراءات، وده شيء كان مهم جدا أن احنا خدناه. بالإضافة طبعا للإجراءات الأخرى اللي احنا خدناها أن احنا هندي مدد زمنية إضافية للمصنعين نتيجة للظروف الحالية أن هو يقدر أن هو يطلع الرخص التشغيل ورخص البناء بتاعته. الأهم ان بقت تحديد ان هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة اللي بيتقدم فيها المطور او الراجل اللي عايز يعمل مصنع، وهي اللي هتبقى معنية باخذ كل الموافقات للجهات الاخرى في فترة زمنية لا تتجاوز ان شاء الله 20 يوم عمل باذن الله في خلال هذه المرحلة. كل هذه الخطوات وغيرها ان شاء الله في خلال المرحلة القادمة هناخدها، كل هدفنا ان احنا نذلل اي مصاعب للقطاعين الرئيسيين اللي احنا شايفينهم، الصناعة والزراعة. ويمكن هتبقى لسه في جلسات اخرى في خلال الفترة الجاية، والاهم منها يمكن هنبقى بنخرج بمنظومة متكاملة لدعم الصادرات، لان كل همنا وده يمكن عايز اكد عليه ان الحكومة النهاردة التركيز الاكبر على خفض الفجوة الدولارية اللي موجودة، وده مش هيحصل غير بالجزئين، زيادة الصادرات وتقليل الواردات. تقليل الواردات مش ان احنا نرجع يعني يبقى فيه خنق على المستلزمات ولا الكلام ده، بالعكس ان هو تعميق التصنيع المحلي،
ويبقى بدل ما كنت بستورد حتى المستلزمات تبقى بتتصنع هنا من خلال المصانع المصرية اللي هتبقى موجودة. وده عشان كده هيبقى إن شاء الله منظومة دعم الصادرات هيحصل فيها طفرة كبيرة جدا في خلال الفترة الجاية، وبإذن الله نعلنها علشان نحقق الهدف الرئيسي إن إحنا فعلا نغلق الفجوة الدولارية بتاعتنا على مدى زمني محدد بمؤشرات كمية بإذن الله هنعلنها على حضراتكم في خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضراتكم جدا وشكرا يا فندم، شاكرين. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تحدث فيه عن جدية كل مؤسسات الدولة في تنفيذ سياسة الملكية. رئيس مجلس الوزراء تحدث أيضا عن الإعلان عن الكثير من الشركات التي سوف يتم طرحها في البورصة في سعي من الدولة للتوسع لمشاركة المصريين في البورصة وكذلك في الملكية العامة، بالإضافة أيضا إلى الحديث على أن الدولة ستزيد من استثماراتها في عدد من القطاعات، وبشكل خاص هناك اهتمام كبير بقطاعي الزراعة والصناعة. رئيس مجلس الوزراء تحدث عن الإعلان عن الأسعار من أجل تشجيع الفلاح على الزراعات الاستراتيجية، بالإضافة أيضا إلى الحديث عن قطاع الصناعة والذي يشهد اهتمام كبير للغاية من مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة، هي الشغل الشاغل للحكومة المصرية. تحدث عن متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي في قطاع الصناعة بشكل خاص، التوسع في استخراج الرخصة الذهبية لتشجيع الصناعة، عدم فرض أي رسوم جديدة، وذلك للتأثير على هذه المشروعات الصناعية، وأنه سوف يتم إضافة ووضع مدد زمنية للمصنعين للحصول على رخص التشغيل. هذه هي أبرز النقاط التي تحدث عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في هذا المؤتمر الصحفي بشأن اهتمام الدولة وجديتها في تنفيذ سياسة الملكية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها. تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية. في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن في ضبط أكثر من 243 طن دقيق بلدي مدعم. قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة وسوهاج وشمال سيناء والقليوبية بالتصرف فيها ببيعها بالسوق السوداء، مستوليين بذلك على الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت من ضبط أكثر من 18 طن دقيق أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء بالقليوبية والجيزة والمنوفية والقاهرة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 74 طن أرز أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالقليوبية والقاهرة والشرقية والجيزة وكفر الشيخ وسوهاج وأسوان. الأجهزة الأمنية ومع استمرار حملاتها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت من ضبط نحو 54 طن زيت طعام ومواد غذائية أخرى متنوعة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالقاهرة وسوهاج والجيزة والشرقية. وتمكنت من ضبط 73 طن مواد بناء متنوعة. قام مالك عدد من مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية والدقهلية وسوهاج بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 21 طن أعلاف حيوانية بمخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بقنا ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول
ونجحت في ضبط قرابة 24 طن أسمدة زراعية متنوعة غير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤولي ومالكي عدد من محلات لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية والشرقية وقنا بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 136 طن مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على صحة المواطنين حال طرحها للتداول بالأسواق بمصنعين لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والشرقية. كما نجحت في ضبط أكثر من 16 طن ملح طعام وزيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والغربية وكفر الشيخ. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 35 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق بالشرقية والقليوبية والقاهرة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 813 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 184 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 44 طناً. وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تم ضبط قرابة 92 طناً. وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 13 طناً. وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 35 طن أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 499 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و124 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 469 طناً. اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 برعاية الأمم المتحدة في القاهرة. في بداية هذا الاجتماع وقف أعضاء اللجنة الليبية دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الزلزال بدولتي سوريا وتركيا. وفي البيان الختامي أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي عن التوصل لإنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بشأن خروج المرتزقة من ليبيا. كما أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا أنه تم التوصل خلال الاجتماعات إلى آلية لتنفيذ خروج المرتزقة، مؤكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الآلية والالتزام بخريطة زمنية محددة لتطبيقها على الأرض. وأوضح باتيلي أن ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات يمثل خطوة مهمة ليست لليبيا فقط ولكن لدول الإقليم، مشيرا إلى أنه يسعى لتهدئة الوضع في ليبيا والإسراع في تطبيق الآلية التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات. من جهته أعرب ممثل اللجنة الليبية عن شكره لمصر على استضافة اجتماعات اللجنة، مثمنا جهود المبعوث الأممي للتوصل لآلية خروج المرتزقة من ليبيا. هذا وأكد رئيس وفد السودان بالاجتماعات أن بلاده ستكون داعمة بالمعلومات والتحليلات لتطبيق الآلية التي تم التوصل إليها. كما أعرب رئيس وفد النيجر المشارك في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية عن شكره للمبعوث الأممي لما يقوم به من أجل تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة استكمال ما تم خلال الاجتماعات وتحقيق ما تم التوافق عليه على الأرض. اختتمت ورشة عمل الحوار السوداني بالقاهرة والتي جاءت بعنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسعى الجميع حول سبل تجاوز الأزمة السياسية الحالية. توصل المشاركون إلى توقيع وثيقة التوافق السياسي بين القوى المشاركة في الحوار.
مع ختام أعمال ورشة العمل السياسية السودانية التي استضافتها القاهرة تحت عنوان آفاق التحول الديمقراطي نحو السودان يسعى الجميع، جاء المؤتمر الصحفي بمشاركة العديد من القوى السياسية السودانية الفاعلة. الورشة ناقشت كثير من القضايا، القضية الدستورية كقضية محورية، القضية بتاعت المهام الفترة الانتقالية، القضايا بتاعت هياكل الحكم الفترة الانتقالية، القضية بتاعت الشباب والمرأة وإسهاماتهم في مجالات الثورة المتجددة، وكذلك قضايا النازحين واللاجئين وكل القوى الموجودة. حوار فعال وطلع بمخرجات ممتازة. أولا إن اعتمد الوثيقة الدستورية ل 2009، اعتمد الحوار المتصل دون إخصاء أحد في السودان في الفترة العصيبة دي، وضع معايير معينة لاختيار الحكومة ولرئيس الوزراء، وضع معايير معينة لاختيار رئيس الوزراء والمجالس التشريعية. ورشة العمل تعقد وسط تطلعات لأن تمثل منبرا سودانيا وطنيا خالصا لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة وذات تأثير في المشهد السياسي السوداني. كانت مناقشات سودانية حرة، تناقشنا حول مستقبل المرحلة الانتقالية وكذلك ما بعد المرحلة الانتقالية. النقاشات كانت نقاشات حرة وشفافة ومباشرة وصريحة. لا أسميها نتائج، وربما هي خارطة الطريق للفترة الانتقالية وتمهيدا إلى الانتخابات التي حتأتي بعد الفترة الانتقالية. طبعا تم مناقشة باستفاضة قضايا الانتقال ومعايير تشكيل الحكومة المقبلة والآلية. أيضا نفتكر الفترة الفاتت دي ما كانت في آلية لتشكيل الحكومة، والآن نحن توافقنا على أنه حيكون في مجلس أو هيئة تتكون من 100 فرد هي التي سوف تقوم بهذا الدور. وفي أجواء من التوافق الوطني السوداني السوداني، وقعت القوى المشاركة في الورشة على وثيقة التوافق السياسي بهدف تحقيق طموحات جماهير الشعب السوداني. رامي محمد، التلفزيون المصري. السلام يا عمي، الحمد لله على السلامة. ضرب زلزالان جديدان صباح اليوم ولايتي هاتاي وكهرمان، بلغت شدتهما 4 و5 درجات على مقياس ريختر، وأكدت السلطات التركية أنه تم تسجيل 684 هزة ارتدادية في المنطقة حتى الآن، بعضها كان بشدة عالية. هذا وارتفعت أعداد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا ليتخطى 9000 قتيل وأكثر من 50000 مصاب. في الأثناء تتواصل جهود الإنقاذ في المناطق المتضررة للبحث عن ناجين جدد في نحو 900 مبنى منهار، وذلك بحسب السلطات التركية. ودخلت اليوم حالة الطوارئ بالمناطق المنكوبة حيز التنفيذ لمدة 3 أشهر. في هذه الأثناء أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية السيطرة على حريق شب في حاويات بميناء إسكندرون جنوب البلاد بعد جهود إطفاء من البر والبحر والجو. جرى تعليق العمليات في الميناء لحين إشعار آخر بعد اندلاع حريق بسبب الزلزال المدمر والهزات الارتدادية التي ضربت المنطقة، كما تم تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى. وفي سوريا ضرب زلزال جديد منطقة لواء إسكندرون في شمال البلاد بقوة وصلت إلى 4.5 درجة على مقياس ريختر. هذا وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في جميع المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، حيث ارتفع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى أكثر من 3000 قتيل ونحو 5000 مصاب. وتوقعت السلطات السورية ارتفاع أعداد الضحايا بشكل كبير نظرا لوجود مئات العائلات العالقة تحت الأنقاض.
قال مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية يانينز لينارتيشيتش، قال إن سوريا فعلت آلية الحماية، فعلت هذه الآلية التابعة للاتحاد الأوروبي بعد يومين من الزلزال المدمر الذي هز سوريا وتركيا. أضاف مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية أن الاتحاد تلقى طلبا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في التكتل متحمسة للمساهمة في تقديم المساعدة تلبية. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ضرورة مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا من أجل أمن العالم. جاءت تصريحات زيلينسكي خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالعاصمة لندن. وقد حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفائه الغربيين على تزويده بالأسلحة الضرورية لوقف العملية العسكرية الروسية وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا. تعد زيارة زيلينسكي للمملكة المتحدة ثاني رحلة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه على قناعة تامة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحقق أهدافه في الحرب في أوكرانيا. وقال شولتس في خطاب أمام نواب البوندستاغ أن بوتين لن يستطيع فرض معاهدة سلام، مشددا على وحدة الحلفاء الغربيين في دعمهم لكييف أمام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten. ثمنت الولايات المتحدة مساهمات ألمانيا القوية لدعم أوكرانيا بما في ذلك المساعدات المالية والأمنية والإنسانية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخية روبرت هابيك، حيث بحث الجانبان الشراكة الاقتصادية الثنائية بما في ذلك كيفية المضي قدما في مجالات التجارة والطاقة والمناخ. كانت الحكومة الألمانية قد قررت بالفعل إرسال 14 دبابة قتالية رئيسية من طراز ليوبارد 2 من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا. أكد البنك الوطني الأوكراني أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 29.921 مليار دولار في فبراير الجاري، وذلك بفضل الدعم الدولي من الشركاء. أضاف البنك الأوكراني أنه في يناير الماضي زادت الاحتياطات من العملات الأجنبية بنسبة 5% بفضل المتحصلات من الشركاء الدوليين، والتي عوضت عن صافي بيع العملة الأجنبية من قبل البنك الوطني الأوكراني لتغطية الفرق بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي في أوكرانيا. اتسع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في ديسمبر الماضي بحسب البيانات الحكومية، ليسجل أكبر عجز وفقا للأرقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960. كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن هذا العجز التجاري الإجمالي زاد بقيمة 103 مليارات دولار من عام 2021 إلى 948 مليار دولار العام الماضي، نتيجة
نتيجة لزيادة الواردات من النفط الخام والمواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية. أضافت وزارة التجارة أن العجز التجاري الأمريكي قد ارتفع في ديسمبر بقيمة 6.4 مليارات دولار إلى 67.4 مليار دولار. أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي الأمريكي لن يغير من مستهدف التضخم عند 2%. وتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يشهد العام الحالي هبوطا قويا للتضخم، مشيرا إلى أن مؤشر التضخم ما يزال مرتفعا. وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلا أن معدل البطالة في أفضل مستوى له منذ سنوات، هو دليل على قوة الاقتصاد الأمريكي وكذلك سوق العمل. وتوقع باول أن هناك حاجة لمزيد من عمليات رفع الفائدة من أجل تهدئة التضخم وسوق العمل القوي، خاصة بعد الوظائف الأخيرة. وكشفت بيانات في الأسبوع الماضي أن سوق العمل الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة في يناير، مع هبوط معدل البطالة لأدنى مستوى له في 53 عاما عند 3.4%. الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبارنا الاقتصادية، نتابعها مع مصطفى ويزار. إليك مصطفى. شكرا ريهام الديب، شكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة أهم ما فيها. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظهر بالبحر المتوسط، والذي يشكل أهمية كبرى لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي، ويعد نموذجا يحتذى به في مشروعات الإنتاج. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركتي بتر شروق وبترول بلاعين بتروبل عبر الفيديو كونفرنس لاعتماد موازنتي العام المالي 2023-2024 والموازنتين المعدلتين للعام المالي الحالي. أعربت البعثة التحضيرية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي برئاسة السكرتير العام للمجموعة فينسنت هميري لعن سعادتها بالتقدم الكبير المحقق فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، والتي من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 22 وحتى 26 من مايو القادم، وهو ما لمسته البعثة خلال زيارتها لمدينتي القاهرة وشرم الشيخ. وخلال الزيارة استعرض محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الرئيس الحالي مجلس محافظي مجموعة البنك مع السكرتير العام لمجموعة البنك الإفريقي موقف التحضيرات الجارية للاجتماعات السنوية، وناقش استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافته. أشاد بما تتمتع به من بنية تحتية قوية وعالية الجودة ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة مميزة ومتميزة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك. بحث وزير الموارد المائية والري هاني سويلم خلال زيارته إلى دولة بوروندي الشقيقة مع وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندي، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وخلال اللقاء أكد الوزير حرص مصر على استمرار دعم قطاع الإنتاج الزراعي البوروندي، والذي يوليه الرئيس البوروندي اهتمامه الكبير، وكذا دعم قطاع الري وتحديث والاستخدام الأمثل للموارد المائية في بوروندي، وحتى تصبح الزراعة قاطرة التنمية بها. كما أعرب الوزير عن تقدير مصر لموقف بوروندي الداعم والمساند للموقف المصري في قضايا المياه، مشددا على حرص القاهرة على دعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات لتواصل من مكاسبها والتي حققتها خلال اليومين الماضيين،
حيث انخفض الدولار بعد أن بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أقل تشددا بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل مفاجئ. هذا وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتصل إلى 83 دولار و8 سنتات للبرميل، كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% لتصل إلى 77.27 دولار للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.56% لتصل إلى 2.95 دولار للتر، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.32% لتسجل 2.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. هبط المؤشر نيكي الياباني وسط عمليات بيع كثيفة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بعد إعلان نتائج مالية مخيبة للأمال، مما بدد أي أمال في الاستفادة من مكاسب سجلتها وول ستريت الليلة الماضية. هذا وتراجع المؤشر 0.3% وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مستقرا، وتساوى عدد الرابحين تقريبا من الخاسرين أو مع الخاسرين على المؤشر، حيث صعد ب 106 أسهم من إجمالي 225 سهم وهبط 114 سهم، بينما أغلقت 5 أسهم دون تغيير. انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. مشاهدين الكرام، لكن أخبار السادسة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمالها مع ريهام ونور. شكرا جزيلا لك مصطفى ميزار. ونختتم هذه النشرة بالتذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يتابع ملف تطوير الصناعة ويؤكد على دور القطاع الخاص وإنشاء كيانات صناعية ناجحة ومستديمة. خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مدبولي يؤكد إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات المباشرة وتوفير النقد الأجنبي. هزات ارتدادية جديدة تضرب مناطق بتركيا وسوريا، وأعداد الضحايا تتخطى 12,000 قتيل و55,000 مصاب. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.